جيش الاحتلال والشباك يعلنان استعادة محتجز إسرائيلي في عملية جنوبي قطاع غزة. هذه هي رواية إسرائيل الرسمية، فيما تتحدث تقارير إسرائيلية عن أن المحتجز فرحان القاضي تمكن من الفرار من محتجزيه داخل نفق في غزة قبل أن تعثر عليه قوات الجيش بالصدفة. الرواية الرسمية تشير إلى استعادة المحتجز من قبل أفراد وحدة الكوماندوز البحري واللواء 401 ووحدة يهالم الهندسية وأفراد جهاز الشباك تحت قيادة الفرقة 162 في عملية تحرير معقدة جنوبي القطاع بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، حسب المتحدث باسم جيش الاحتلال الذي قال في الوقت نفسه إن الجيش سيصل إلى يحيى السنوار عاجلاً أم آجلاً. في إطار عمليات الجيش الحازمة تمكنا من إنقاذ المحتجز فرحان القاضي. قواتنا وصلت إلى مكان احتجاز فرحان بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، وتم نقله لمواصلة الفحوص الطبية بمستشفى سوروكا، ولا نستطيع كشف عن كافة المعلومات المتعلقة بعملنا لأسباب أمنية. الشباك وبقية الأجهزة تعمل ليلا ونهارا للحصول على معلومات عن المحتجزين، ونحن نعمل من أجل تحقيق المهمة وهي إعادة المحتجزين إلى بيوتهم. ولا يزال هناك 108 محتجزين في غزة، والقوات ما زالت تقوم بعملياتها لإعادتهم إلى بيوتهم. وبينما وصف وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت العملية بأنها تأتي في إطار ما سماها عمليات الجيش الجريئة والحازمة، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة الضغط العسكري على حركة حماس حتى إعادة جميع المحتجزين. مرحبا بك في بيتك فرحان القاضي، أهنئ الجيش الإسرائيلي والشباك على عملية تحرير أخرى ناجحة. نحن نعمل بلا كلل لإعادة جميع المختطفين، نقوم بذلك بطريقتين رئيسيتين من خلال المفاوضات وعمليات التحرير، والطريقان معا يتطلبان وجودنا العسكري في الميدان والضغط العسكري المستمر على حماس. سنستمر في التصرف بهذه الطريقة حتى نعيد الجميع إلى منازلهم. لكن ورغم ترويج المسؤولين الإسرائيليين لهذه العملية للداخل الإسرائيلي باعتبارها انتصاراً، تؤكد وسائل إعلام إسرائيلية العثور على المحتجز دون حراسة وبالصدفة أثناء عملية تمشيط تحت الأرض جنوبي القطاع. أما عائلات المحتجزين فتؤكد أن الطريقة الوحيدة لإعادة ذويهم هي المفاوضات وإنجاز صفقة تبادل.